طيب يا طول العمر وش طبختنا اليوم؟ طبختنا بإذن الله راح تكون خبز ميثا. خبز ميثا؟ ميثا هذه في الإمارات هناك. لا جدتي ميثا معروف في الإمارات. الله يغفر له. ميثا ها؟ اي ميثا معروف عندنا بنجد. ولا اسمرة؟ ها؟ اسمرة لكن إيه؟ أنا أقول لك ميفا ميفا. ميفا؟ ميفا ما هو ميثا. ايوه ميفا. خبز تنور. خبز تنور؟ خبز تنور. الله يعني اليوم طبختنا خبز. عرفت؟ فخبز الميفا يا الحبيب أكثر من نوع، في عندك خبز الشعير، عندك خبز الخمير، عندك أيوه. خبز الحالي. الحالي اللي هو بدون خميرة. اليوم راح نسوي خبز الخميرة. أنا بالنسبة لي من ألذ أنواع الخبز عندنا في الجنوب صراحة. عشرة أحبه مرة. اللي هو يا أخي بعدين بسوي إن شاء الله كان الله سبحانه وتعالى يسر وما نسيناها. بسوي خبز سادة وخبز بالجبن. لا بالجبن هذه ضروري ما تنساه. أبى أذكرك أول ما نوصل جبن جبن جبن. ثلاث مرات بقول جبن. خلاص. وناكله طبعا مع السمن والعسل. والله كفو، والله انت حمستني مره للخبز الميفا وشاهي الحبك. اعوذ بالله اعوذ بالله يا ابو سليمان وين مودينا؟ ورق الجبل. ها؟ ورق الجبل. ما في جبل ورق النفود. يلا ان شاء الله نوصل بالسلامه وناكل احلى خبز ميفا مع الجبن جبن جبن ثلاث مرات قلتها. مضبوط؟ باذن الله. وبعدها طال عمرك. تسلى يا قلبي وخل الكسل 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 نوصل بالسلامة إن شاء الله. يا رب يا الله. بس ناخذ أغراضنا ونتوكل على الله إن شاء الله بإذن الله.